بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب أهلا ومرحبا بكم في مراجعة عامة لمادة اللغة العربية استعدادا لاختبار منتصف الفصل الثاني. عزيزي الطالب، إليك هذه النصائح استعدادا للاختبارات. استعن بالله وتوكل عليه، قم بتنظيم وقتك وضع جدولا للمراجعة، احرص على تناول وجبات صحية، وخذ وقتا كافيا من النوم، وتجنب السهر لوقت طويل، حدد مكانا مناسبا للمذاكرة، وقم بتحديد المعلومات المهمة بوضع خطوط تحت هذه المعلومات. مهارة الاستماع. عزيزي الطالب، انظر إلى هذه الصور جيدا وأنت تستمع إلى نص الاستماع حتى تجيب عن الأسئلة بطريقة صحيحة. حمد، حمد، هكذا نادى ابن الجيران راشد. تلفت حمد إلى راشد وقال: ماذا تريد؟ أجاب راشد: تعال يا حمد نلعب معا في حديقة الحي. استأذن حمد أمه فوافقت وقالت: العب مع أطفال الجيران في الحديقة، ولكن لا تلعب تحت الشمس، لأن اللعب تحت الشمس يسبب المرض. ذهب حمد مع أطفال الجيران ولعب معهم في الحديقة، ولكنه نسي نصيحة أمه ولعب تحت الشمس. بعد وقت قصير عاد حمد إلى البيت وهو يضع يده على رأسه ويبكي قائلاً: رأسي يؤلمني يا أمي. خافت أم حمد وسألت: ما بك؟ هل وقعت؟ رد حمد: لا يا أمي، لكنني أشعر بألم في رأسي وتعب في جسمي. أعتذر يا أمي، لم أنتبه، ولعبت تحت الشمس، وأعدك أن أعمل بنصائحك دوما. قبلته أمه وقالت: هيا نذهب إلى الطبيب ليصف لك الدواء المناسب وتشفى بإذن الله تعالى. بعد أن انتهينا من نص الاستماع، هيا نجيب عن الأسئلة. السؤال الأول: ضع علامة صح جانب العبارة الصحيحة وعلامة خطأ جانب العبارة الخطأ. ألف: لعب حمد مع ابن الجيران في الحديقة، صح أم خطأ؟ صح، ممتازون. ب: نسي حمد نصيحة أمه ولعب تحت الشمس، صح أم خطأ؟ صح، رائعون. السؤال الثاني: ضع دائرة حول العنوان المناسب لما استمعت إليه، اللعب تحت الشمس، اللعب تحت المطر. الإجابة الصحيحة هي اللعب تحت الشمس، أنتم رائعون. مهارة الخط. حتى تكتب بطريقة صحيحة، عليك أن تلتزم بالعادات الصحيحة للكتابة، وهي الجلدة الصحيحة، تمسك القلم بطريقة صحيحة كما هو مبين في الصورة، وتتجنب العادات الخطأ لمسك القلم مثل هذه العادة وهذه وهذه، بل يجب أن تمسك القلم بهذه الطريقة حتى تكتب بخط جميل. عندما تقوم بكتابة الحروف، عليك أن تحدد الحرف الذي فوق السطر والذي تحت السطر، مثل حرف الفاء يكتب فوق السطر، حرف الراء يكتب فوق السطر وتحت السطر، وهذه أمثلة لحروف تكتب فوق السطر أو تحت السطر أو فوق وتحت السطر. عزيزي الطالب، قم بنسخ هذه الجملة في المكان المخصص محافظا على جمال الخط ونظافة الورقة. من يستطيع أن يقرأ هذه الجملة يا أحباب؟ أحسنتم، فارحة، الطلاب باليوم الرياضي. نقوم بكتابتها في المكان المخصص محافظين على جمال الخط ونظافة الورقة. فرح الطلاب باليوم الرياضي. مهارة الإملاء.
هيا يا أبطال نقرأ معا كلمات الإملاء حتى نكتبها بطريقة صحيحة. الجملة الأولى، من يقرأ هذه الجملة؟ أحسنتم بارك الله فيكم. صفاء تحب الرسم. الجملة الثانية، من يستطيع أن يقرأها بطريقة صحيحة؟ أنتم رائعون، أحافظ على النظافة. ولا ننسى أن نضع نقطة في نهاية الجملة. الجملة الثالثة يا أحباب، من يقرأها؟ ما شاء الله، أنتم أذكياء. زرع حامد بعض الأزهار. عزيزي الطالب، بعد أن قرأنا معا كلمات الإملاء، اكتب هنا ما يمليه عليك المعلم. من يذكر الجملة الأولى يا أحباب؟ أحسنتم، صفاء تحب الرسم. ولا ننسى أن نترك مسافة بين الحرف والحرف وبين الكلمة والكلمة حتى يكون الخط واضحا، ثم نضع نقطة في نهاية الجملة. الجملة الثانية، من يذكرها؟ أنتم رائعون، زرع حامد بعض الأزهار. الجملة الثالثة، من يقولها يا أحباب؟ أحافظ على النظافة. وفي الختام، دعواتنا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.